تعود بداية الحركة التشكيلية في العراق إلى أوائل القرن المنصرم، وإلى عدد من الرسامين الهواة أشهرهم عبد القادر الرسام الذي كان ضابطاً في الجيش العثماني. في تلك الفترة لم يكن هناك من يعرف أنبوب الزيت أو الأقلام الملونة. الحركة التشكيلية في العراق ابتدأت منذ الرعيل الأول من الفنانين التشكيليين، وعلى يعني يد عبد القادر الرسام، أو كما سميهم مصورين وليس بفنانين، لأنه كانوا يرسمون الطبيعة ويرسمون هذا بمواد بسيطة، وكانوا ضباط أكثرهم بالجيش العثماني، ومن مهمة الضابط في ذلك الوقت أن يتعلم الرسم لإقامة المنضدات الرملية و رسم الخرائط وهكذا. لذلك نرى أن الضباط عندهم موهبة بالرسم إضافة إلى جنديتهم. جاءت لوحات عبد القادر الرسام تحتوي على مواضيع كثيرة مستمدة من الحياة اليومية، وقد اهتم كثيرا برسم الطبيعة، فرسم ضفاف الأنهار والقوارب والبساتين وحياة الرعاة، كما رسم بعض المواقع الأثرية كمشهد مدينة سامراء، واتسمت لوحاته بالهدوء والدقة. وإن تعدد الآراء الخاصة ببداية الفن التشكيلي الحديث في العراق، إلا أن أقدم تجربة كما ذكرها الأستاذ شاكر حسن آل سعيد هي تجربة مصطفى مولوي قبل الرعيل الأول، أي قبل عبد القادر الرسام ورفاقه. هذه البداية بصورة عامة ذات صلة بما وصلنا من حداثات أوروبا، لكن البداية الرسمية أو التي اتخذت الطابع الرسمي بعد المعرض الصناعي الزراعي ترتبط بتأسيس معهد الفنون الجميلة، وحداثة الرسم التي ارتبطت بهذا المركز الحديث الجديد تعكس العوامل المشتركة التي أدت إلى تحديث التجربة التشكيلية في العراق. إن هذا الرسام الذي ظل يرسم حتى أواسط الثلاثينيات هو بمثابة الأب للرسم في العراق، وعلى يديه تتلمذ عدد كبير من الرسامين أمثال محمد صالح زكي، عاصم حافظ، والحاج محمد سليم، واستمر هؤلاء يرسمون على طريقته، وكانت مواضيعهم مستمدة من الطبيعة وضواحي المدن والأنهار. ظهرت أولى بوادر الرسم العراقي المعاصر، ذلك الرسم المشيد على أسس المحاكاة ومطابقة الأصل. وبصراحة هذا الرسم، هذا الضرب من الرسم أتى إلينا من خلال الضباط في الجيش العثماني، حيث كان في ضمن المناهج الدراسية هناك درس في التعبئة والميدان، وهذا الدرس خاص بالرسم، وأغلب الضباط كانوا قد تتلمذوا في مدارسهم على أنواع الرسم الواقعي كدراسة المنظور ودراسة مساقط الظل وانكسارات الظلاء الأضواء، وكذلك حساب النسب والتفاصيل، بحيث يكون رسمهم مكرس لأغراض الميدان. فالفنون التشكيلية من رسم ونحت كنتاج إنساني وحضاري عرفه العراقيون منذ أقدم الحضارات القديمة قبل الميلاد، وتركوا لنا شواهد فنية ذات قيم جمالية عالية، فزينوا بها جدران مدنهم ومعابدهم وبلاطات ملوكهم في سومر وبابل وأشور. فهذا الكم الهائل من التراكم الحضاري خزين وقوة لهذه التجربة الحضارية، ومعرفة
في توظيف تلك الفنون ومزجها في حياتهم الدينية والدنيوية، حيث كان الفن في وادي الرافدين دائما كشعب هذا الوادي، كلاهما نتاج الأرض والمناخ، كلاهما لم يدرك قط الانحطاط ولم يبلغ قط الكمال. فكمال الصنعة بالنسبة إليه يحد من التعبير الذاتي، وكان عمل الفنانين العراقيين القدامى خشنا ولكنه غني بالابتكار، وفيه حيوية وجرأة لا تتيسران للتقنية المرحفة. كان الفنان دائما حرا في التعبير عن نفسه حتى في خضم فن الدولة في أشور، حيث يتكلم الفنان الحقيقي من خلال دراما الحيوان الجريح. في العراق قد استند إلى مرجعية قديمة امتدت عميقا وضربت عميقا في الجذور التاريخية بما تركه أو تركته لنا الحضارات المتعاقبة، الحضارات الرافدينية المتعاقبة، من كم هائل وثر من الفنون التشكيلية بجميع أجناسها، سواء بالنحت، وخاصة النحت كانت الفنون السومرية مشهورة بالنحت، وكذلك بعض الرسوم اللي موجودة على المعابد وبقية البناء الموجودة في تلك الحضارة. فتاريخ الثقافة العراقية والحضارة العراقية هو تاريخ الفن العام، تلك رموز وتلك مشفرات يمكن تفكيكها وتركيبها مجددا كي نستخلص خلاصات تاريخنا الوطني. ومنذ أن توفي الرسام العراقي يحيى بن محمود بن الحسن الواسطي انقطعت أخبار الرسامين، ولم يذكر التاريخ اسما لأي رسام من بعده. عاش الواسطي في القرن الثالث عشر الميلادي، واستطاع بجهده وحبه للرسم أن يصل إلى أسلوب شخصي ميزه عن سواه وأثر في غيره من الرسامين. وأشهر رسومه تلك التي زوق بها كتاب مقامات الحريري. لقد اشتغل الرسامون العراقيون الذين عاشوا في المراحل التي تلت مرحلة الواسطي برسم وصناعة الزخارف الهندسية والنباتية التي كانوا يزينون بها جدران المساجد والقصور. يعد الواسطي علامة لمدرسة بغداد للعصر العباسي برمته لتاريخ المنمنمات الإسلامية البغدادية التي دمجت التشكيل أو الخطاب الإشاري أو العلامات التشكيلية بالأبعاد الاجتماعية. الواسطي الذي اكتشفه شاكر حسن آل سعيد أو سلط الضوء عليه ودرسه في كتاب خاص، هذا الفنان علامة للعصر الوسيط للعصر العباسي، وهو العصر الوسيط بالتأكيد، حلقة تتضمن مخفيات الموروث العراقي القديم والموروث العربي الإسلامي الجديد. وبالإمكان أن تكون تجربة الواسطي معاصرة أيضا عندما تمت إعادة الرؤية إليها، أو بالحقيقة عند تفكيك هذه التجربة ودراسة عناصرها الجمالية والرمزية والبيئية الأيكولوجي في تجربة الواسطي، فهي تمتلك تحديثات خفية بالإمكان أن تشكل علامة للحداثة المعاصرة بعد جيل الخمسينيات. صناعتي الأشكال بشكل يعتمد على الأسس السليمة وحيث ألوانه وخطوطه والتراكيب المختلفة. كان يحيى بن محمود الواسطي
أفضل تمثيل للفنان العربي المسلم. منذ الثلاثينيات من القرن المنصرم بدأت الحكومة العراقية بإرسال البعثات إلى أوروبا لدراسة فن الرسم، وكان أول مبعوث لدراسة الفن خارج القطر هو الفنان أكرم محمود شكري، وقد بدأ السنة الدراسية الأولى في كلية شليد سكول بلندن عام 1930. خلال وجوده في لندن عرف الكثير وظل يزداد معرفة، وكان هذا واضحا في أعماله التي أنجزها من حيث التقنية اللونية والخطية. لقد أدرك الفنان أكرم شكري أهمية اللون والخط والمضمون، وأعطى أهمية كبيرة للتكنيك الفني، وعرف أسرار اللون ودرس المنظور جيدا، وأنجز أعمال ناضجة وفق المعالجة الكلاسيكية والتي اتخذها صياغة له، مسجلا من خلالها المشاهد الاجتماعية والطبيعية والتي تعتبر رصدا كاملا للواقع البغدادي، ومن أشهر أعماله الحيدر خانة، لوحة العيد، شرب الشاي، والمقهى. بأن الحكومة العراقية آنذاك في فترة العهد الملكي تنبهت لأهمية الفنون وأفرع الثقافة المختلفة، فأرسلت الفنانين إلى بلدان أوروبا، وذلك لنيل التحصيل العلمي التخصصي الجيد، وجاءوا إلى العراق فأسسوا معهد الفنون الجميلة، وظهر رعي الفنانين الآخرين من تلك الانطلاقة الأولى، الانطلاقة الرائعة في انتباه الدولة لأهمية الفن ومشاركته في الحياة العملية العراقية. جيل الحداثة، الجيل الأول لم يدرس الفن، وإنما خرج من رحم الهواية. عبد القادر الرسام وعثمان بك الأعرج، الجميع لم يتخصصوا في الفن، علما أن الحداثة في أواخر الدولة العثمانية كانت في ذروتها، كانوا يعرفون سيزان وفانكوخ وبيكاسو، في الوقت الذي لم يعرف الفنان البغدادي هذه الأسماء إلا بعد عقدين أو ثلاثة عقود من الزمن. مع ذلك احتفظنا باسم هذا الفنان بصفته واقعيا تسجيليا أيضا، وليس فنانا ينتمي إلى الأساليب الحديثة، كما سنجد ذلك عند أكرم شكري على سبيل المثال، أول من نقط أو استخدم الخط بحرية تكاد تنتمي للأساليب الأوروبية الحديثة في ثلاثينيات القرن الماضي. في عام 1935 أرسل فائق حسن إلى باريس لدراسة فن الرسم، وعند عودته عمل في التعليم، ثم رشح لتأسيس فرع الرسم وتدريسه في معهد الفنون الجميلة، فوضع المناهج الدراسية لدراسة هذا الفن، وقام بتدريس أغلب المواد التي وضعها، واعتبر مؤسس فرع الرسم عام 1939. بعدها أرسل جواد سليم عام 1938 إلى باريس، حيث قضى هناك قرابة سنة، وباندلاع الحرب العالمية الثانية ذهب إلى روما لتكملة الدراسة. عندها دخلت إيطاليا الحرب إلى جانب ألمانيا، فرجع إلى بغداد وعين مدرسا للنحت في معهد الفنون الجميلة، وفي الوقت نفسه عمل في المتحف العراقي على ترميم التماثيل والتحف السومرية والبابلية والأشورية، ولم يكن قد تجاوز 21 من عمره. في عام 1937 أرسل الفنان عطا صبري إلى روما لدراسة فن الرسم، ولم يستطع إكمال الدراسة
بسبب نشوب الحرب العالمية الثانية، ثم أكمل دراسته في عام 1946. أما الفنان حافظ الدروبي فقد رشح للسفر إلى إيطاليا مع زميله عطا صبري في أكاديمية روما للفنون. لم تتبلور ملامح الحركة التشكيلية في العراق إلا بعد رجوع هؤلاء الذين أرسلوا لدراسة فن الرسم والنحت في المعاهد والكليات الأوروبية. ففي بداية الأربعينيات كون هؤلاء رواد الفن التشكيلي في العراق، ووضعوا اللبنات الأولى لهذا الفن، وانطلقوا بحماس دون تراجع يرسمون وينمون ويطورون ويشرفون على تخريج العشرات من الفنانين الشباب، وهؤلاء حال تخرجهم ينافسون أساتذتهم في ابتكار أساليب جديدة خاصة بهم. لقد كانت فترة الأربعينيات فترة الاكتشاف والدهشة، فأثناء الحرب العالمية الثانية حل في بغداد مجموعة من البولونيين اللاجئين من الاحتلال الألماني والروسي لبلادهم، وكان من ضمنهم جماعة من الرسامين مثل جابوسكي، ماتوشاك وجوزيف ياريما. كانوا قد درسوا الرسم في باريس، وكانوا يرسمون بفرش عريضة مشحونة بالألوان، يركبونها لونا لصق لون فتعطي للصورة حيوية لونية ونسيجا خشنا قويا. والتقى هؤلاء البولونيون بجواد وفائق وبعض الفنانين العراقيين، وشجعوهم على البحث والعمل على إبراز الهوية الخاصة ببيئتهم. وبعد عدة لقاءات معهم يقول جواد: الآن عرفت ما هو اللون وكيف تستعمل الألوان، الآن أخذت أفهم صور سيزان ورنوار وغويا والتصوير الشرقي. عودة المبعوثين من عواصم أوروبا المتنوعة وتشكيل الجماعات الفنية، بغداد، الرواد، بغداد الانطباعية، خلال 60 أو 70 أو 80 سنة الأخيرة تشكلت ملامح تحديثات، ملامح مغامرة تشكيلية، حاولت أن تجد هويتها من خلال التجريب بالعودة إلى الموروثات القديمة دون أن نهمل عملية محاكاة تنوع الحداثة في أوروبا. دون أن تبلغ هذه التجربة معناها الناضج كما حصل مع الرواد وليس مع الأوائل، أي عبد القادر الرسام بصفته ينتمي إلى الواقعية التسجيلية أو الفوتوغرافية، في حين يسبقه مصطفى مولوي كتقني، كخطاط، وجمالي تمثلت به، تمثل الخزين الموروثي العراقي الوسيط للمراحل المظلمة التي مرت في العراق، الحداثة في العراق مع الخمسينات، خمسينيات القرن الماضي، بنضج تجارب أساتذة كجواد وفائق وعطى صبري والدروبي وشاكر حسن وجبر إبراهيم جبر الذي نظر وأرخ لهذه المرحلة. لكننا سنجد أن هذه الريادة ليست زمنية فقط، وإنما كانت تنتظر مراحل مغايرة لها، بمعنى كامتداد لهذه التجربة التي وضعت تكونت ضمن ظروف بيئية ثقافية معرفية ما بعد
الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية، لكن وجود الجماعات الفنية منح التجريب قدرة للامتداد نحو جيل الستينيات ونحو الأجيال القادمة. لقد كانت مدينة بغداد ملهمة لكثير من الفنانين العراقيين، فجاءت لوحاتهم تحمل تصوراتهم ورؤاهم المتغيرة في إعادة صياغة وتركيب هذه المدينة الخالدة. أي مبدع لمدينته مكانة خاصة وخاصة بغداد. ولا عجب أن يطلق جواد سليم على مدرسته مدرسة بغداد للفن الحديث اعتزازا بهذه المدينة التي لاصقته واحتضنها طويلا. نرى المدينة وأجزاء المدينة وعناصر المدينة مبثوثة داخل العمل وفي أي عمل عند جواد سليم وبقية الفنانين، من خلال شناشيلها، من خلال أزقتها وأرصفتها، وهذا الارتباط الحميمي ما بين الفنان والمكان يؤكد الوحدة العضوية ما بين الفنان والمكان وخاصة لبغداد. رسموا الفنانين، بعض الفنانين ومغلبهم رسموا بغداد، يعني حافظ الدروبي رسم بغداد، رسام يعني بصفة الانطباعية ورسمها بكل مسائلها، وكذلك رسمها جواد سليم، رسم بغداد ومن خلال شناشيلها ومن خلال أقمارها الجميلة ومن خلال جوها الحلو. مدينة خيال، مدينة معطاءة، ومكثت زاخرة بالأسماء في شتى التجارب وفي شتى الميادين، وليس غريبا أن نجد عشرات الأسماء التي هاجرت من بغداد قد أصبحت علامات لهذه المدينة في العالم. وهذه النقطة في غاية الأهمية، أن الفنان العراقي الذي درس في بغداد وذهب إلى الخارج أصبح اسما في شتى المدن الأوروبية الكبرى، ليس لكونه يحمل علامات محددة لهذه المدينة، وإنما لمنهج بغداد بصفتها عاصمة ذهبية أو بصفتها مدينة كبرى في العصر العباسي، في عصر الرشيد أو المأمون، عندما استطاعت أن تكون مركز إشعاع ومركز حضاري ضم الحضارات الأخرى ولم ينغلق عليها. بغداد مكثت مدينة عالمية ولم تمت، بالرغم من الطعنات الكبيرة التي تعرضت إليها قبل المغول وبعد الاحتلال الأخير لها. خلال 1000 سنة تعرضت ومكثت مدينة لا تنتج شيئا غير الظلمات، لكن في سر هذه المدينة هناك خفايا في هذا النهر، في أنهار بغداد وليس في دجلة فحسب، وهذا ما نجده في عدد من العلامات الكبرى. وتستطيع أن تتذكر على طه باقر وبهنامة بالصوف وجواد سليم وغائب طعمة فرمان وعشرات 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 من الأسماء أضاءت للثقافة العربية وللثقافة العراقية وللثقافة العالمية أيضا. مدينة السحر، ولا ينمو السحر إلا في بغداد أيضا. الستينات من القرن المنصرم من الأعوام الحاسمة في طبيعة التحولات السياسية والاجتماعية في العراق، لأنها مليئة بالتحولات والمواقف انعكست على مجمل النشاطات الأدبية والفنية، دفعت بالفنانين للبحث عن وسائل جديدة في التعبير، وفتحت لهم أبعادا جديدة أعطت لنتاجهم الفني سمة متميزة في الطرح والمعالجة. هذا الجيل بدأ يتمرد بصورة تامة، وكأن الماضي أو العقد السابق أو الزمن السابق لم يعد إلا وهماً
فحصل فامتلك هذا الجيل صرخة حادة في شتى المجالات بعد 67 68، مع أنها جذور هذه المرحلة تبدأ بأواسط هذه بأواسط العقد الستيني، وقد تشكلت بالفعل ملامح تيارات مختلفة تماماً عن الجماعات الفنية الأولى. ظهر المجددون وجماعات فنية الرؤية الجديدة، تحديداً المجددون. كان هناك إبراهيم زاير وعامر العبيدي وسلمان عباس، والرؤية الجديدة كان هناك محمد مهر الدين وإسماعيل الترك ورافع وضياء العزاوي وصالح الجميعي وعدد كبير يتمتعون بثقافة حديثة ويتمتعون بانفتاح حول العالم. لا نغفل أن هناك عواصم أخرى دخلت مع الخط الأوروبي كبكين وموسكو، وعواصم آسيوية أخرى أيضا. فحدث التنوع في وجهات النظر مع تغير في البنية الاجتماعية والسياسية عراقيا وعربيا ودوليا. الفنان العراقي ليس كمثله من الفنانين من البلدان المجاورة، ذلك لأنه يشعر بانتسابه العميق بأنه يغفو على حضارات، على ركام من الوحدات الصورية، على ركام من الرموز، على ركام من المعرفيات. الفنان العراقي ليس سهلا، الفنان العراقي فنان استثنائي، وبخاصة جيل الستينات قدموا نماذج فنية في الشكل والمحتوى وفي استثمار المواد الخام بطريقة لا تتكرر أبدا على صعيد الفن تشكيل العراق المعاصر. هذا التنوع والاتساع في المشهد التشكيلي العراقي فتح آفاقا جديدة أعطتها للأجيال الجديدة أن تساهم في إغناء هذه المسيرة التي لا تتوقف.